الانسان هذا حنستعمل الزرين اليمين والشمال، الزر اليمين بزيد الرقم بغير وصف الدرجة درجة الحرارة وبيكبر المستطيل هذا. استعمل على الشمال بيعمل عملية بالعكس، بيصغر المستطيل بيقل الرقم والقيمة أو الوصف لدرجة الحرارة بيختلف. كمان الحرارة بتقف عند 100، يعني لما يصل 100 بقف لحال، ولما يصل الصفر في النزول برضه بقف لحال. لو بدنا نفكر نعمل مثال زي هيك، أول ما حيخطر على بالك الانتر فريم. ليش؟ لأنه في هنا حركة بتشتغل لحال من غير ما أنت تشتغل، يعني لا بتعمل كليك ولا بتعمل إزاحة ولا بتعمل أي شيء، إنما بس بديله الأمر هي كليك فبدأ يشتغل، الأرقام بتزيد والجسم بيكبر والنص ما بيتغير. معناتها أكيد 100% حيعتمد على الانتر فريم. لو فتحت ملف جديد وبدي أعمل في البداية مثلا مربع النص اللي قيمته بتزيد، فهي مثلا هذا البوتن وهي اف 8، هاي بوتن وهي نسخة تانية منه بوتن تاني. مربع النص هذا مثلا نسميه تي 1، نسميه تي 1. قالت علشان هذا يصير يشتغل عداد مفروض نروح للانتر فريم. هاي الانتر فريم ابسط طريقة، هقول له تي 1 دوت تكست يساوي تي 1 دوت تكست زائد 1، لكن على شكل هذا بتنفعش. ليش؟ لانه هذا رقم وهذا نص، لو بدي اجمعهم فالمفروض احول النص لرقم وبعدين ناتج الجمع بيطلع عندك رقم، الرقم مرة ثانية برجعه لنص. هات نجرب كنترول انتر، هاي بزيد. لو بدي ينقص فالمفروض بدل الزائد ناقص، هيو بينقص. تمام، في عندك الفونت هادي هاي يمين انبت للفونت الموجودة كنترول انتر. تمام، هيو بينقص. طيب العملية هادي فعليا الان معتمدة على الزائد والناقص، اذا بدنا نصير نشترط عليه يا يزيد يا ينقص. عملية الاشتراط هذه لازم تكون معتمدة على متغير. إذا الآن أنا مضطر أعرف متغير، هاي فار مثلا اي النوع نمبر ياخذ مبدئيا قيمة 1. بقول له إذا الاي كانت 1 يزيد، وإلس هاي إلس إذا الاي كانت 2 خليه ينقص، هاي كنترول سي، هاي كنترول في، وهنا يزيد. طيب هاي الاي 1 بيزيد، واذا الاي 2 بينقص، هاي حطيناها 1 هاي بيزيد. ولو بدي احط هنا 2 هاي ينقص. بتصير اتحكم بالاي من خلال البوتون، بدل ما اتحكم فيها من خلال الكود بخلي البوتونز هدول يغيروا قيمة الاي. فالبوتون اليمين حيخلي الاي 1، هاي هذا بخلي الاي 1. لما تصير الاي 1 بصير الشرط الاولاني يشتغل بصير يزيد. طيب والبوتون الثاني بعطيه له كليك ايفنت برضه، وبنيجي عليه ونخليه يعمل الاي تساوي 2 كنترول انتر. هاي هذا بزيد وهذا بينقص. طيب كيف ممكن اخليه عند المية لما يصل 100 يوقف؟ هذه العملية بدها شرط يفحص
إذا قيمة مربع النص وصلت للمية يقف عند المية. فممكن إحنا بعد الزيادة أو النقصان نيجي نفحص القيمة بتاعة مربع النص. هاي كنترول سي. هاي إذا مربع النص أخذت النمبر تاعه، أخذش نص وأخذ الرقم تاعه. إذا زاد عن المية شو بعمل؟ T1.text يرجع 100. رجع 100. وشرط تالي كنترول سي هاي كنترول في. إذا قل عن الصفر برجع صفر. هات نجربها، هيضل يزيد لحد ما يصل للمية ويزيد عن المية، بعدين هيثبت على المية بطل يزيد. ليش؟ لأن أنا بقول له هان إذا زادت عن المية برجع مية، فكل ما تصير مية واحد عاد برجع مية. طب لما ينقص هيضل لحد ما ينقص وصل الصفر وقف. هاي راح يزيد، هاي بنقص. طيب في كمان عندك المفروض انه في مربع هيدا يصغر ويكبر مع الزيادة والنقصان. هذا المربع لما نرسمه عليه هيوصلنا لهدف، او هيوصلنا لطريقة انه نعرف متغير. هيا حتشوف ليش المتغير. طيب اجمالا هذا المستطيل علشان اتحكم في حجمه بدي احوله بـ F8 لموف كيوب، وهي المركز بدنا نحطه تحت عشان لما يكبر يكبر من تحت ما يكبرش من النص. هاي اوكي. بدي اسميه مثلا هذا M1، هاي سميته M1. اذا بدي اتحكم في حجم M1 فبدي اقول له M1.scale y يساوي، واخد قيمة المربع النص اقسمها 100. ليش؟ أكبر قيمة بيصلها مربع النص هي 100، وأصغر قيمة هي 0. لأن سكيل واي الوضع الطبيعي بتاعه، يعني هيئت على الوضع الطبيعي بتاع مربع بتاع الموف كليب هذا، السكيل واي هيئت 1، قيمته الأصلية 1. إذا أنا بدي أصغره بدي أخليه 9 من 10، بدي أخليه 8 من 10، 5 من 10 بيكون نص، يعني بيصل لنص الحجم بتاعه. يعني مثلا إذا أنا المركز هيو تحت وجيت مسكته من هنا ووصلته هيك مثلا، هيك أنا صغرته للنص، وكأني كتبت بالكود يساوي نص، وكأني قلت له M1 ضد سكيل واي يساوي نص. بالتالي هيصغره في الاتجاه الرأسي بمقدار نصف قيمته الأصلية. يعني إذا ارتفاعه أو طوله 200 بكسل هيصير 100، هيضغط وكأنك مسكت صورة وضغطت على الفوتوشوب نفس الشغل. قالت أنا أستغل الرقم الموجود على T1. T1 قيمته من 0 لـ100، لا بينقص عن الصفر ولا بيزيد عن المية. وأنا السكيل واي بدي إياه يكون من 0 لـ1. فبالتالي أكبر قيمة للT1 100، عشان تصير 1 بقسمها على 100. يعني لو كانت هذه 50 على 100 بتطلع نص، معناته ايش؟ حيعرض الشكل بنص حجمه. لو كانت هذه 10 10 على 100، 1 من 10، حيعرض الشكل ب1 من 10 من حجمه. يعني اذا حجمه 200 بكسل، 1 من 10 من حجمه بيطلع 20 بكسل، ارتفاعه بصير 20 بكسل. هات نجربها، بس نرجع هذه كنترول زد لاصلها. هيكونترول انتر، هذا صار لحد ما حيصل 100 عند المية. 100 تقسيم 100 1، شايف كيف صار 1، رجع لحجمه الاصلي. ليش؟ لاني اعطيته في الحالة هذه سكيل واي تساوي 100 على 100، يعني 1. في ممكن نستعمل متغير بدل ما نحط مربع النص كل شوية وكل شوية نعرف لنمبر او نحوله لنمبر. فاحنا ممكن نعمل زي هيك، فار عارف متغير نمبر من نوع نمبر حتى
فعليا هذه بتكون واضحة أكثر في الذهن. بصير هيك على فرض مثلا الكود هذا بدي أخفيه، بفحص ساعتها النمبر اللي هو النم أو الآي، بفحص الأول الآي. إذا الآي واحد فشو بنعمل؟ النم بتزيد. ما دون ذلك إذا الآي صارت اثنين، الآي اللي هو هذا بدي يعرف الاتجاه زيادة أو نقصان. فإذا الآي اثنين النم ينقص. بعدين بقول إذا النم كبر عن 100 رجع النم 100. ما دون ذلك إذا النم نقص عن 0 رجع النم لصفر. بعدين النمبر اللي حتى الآن في الميموري إيش بعمل؟ بقول تي واحد دوت تكست يساوي نم دوت سترينج. أخذت النم وعرضتها على تي واحد وها بس طلع النم. هذا شوي أسهل من ناحية البرمجة ومن ناحية الفهم. يعني بدل ما نضلنا كل شوية نحولها، أنا الكود هذا ما بنصحش فيه. أنا بنصح نعرف متغير ونشتغل على قيمة المتغير، وبالآخر آخذ قيمة المتغير وأعرضها على تي واحد على الشاشة. هذا الطريق بيكون أحسن أسهل، لأنه كمان شوي حنعتمد كمان على قيمة النم في تحديد درجة الحرارة، إذا مرتفع مرتفع جدا معتدل منخفض. فالنم هستعملها كتير، فبدل ما كل شوي أجيب الدي وان دوت تكست وحولها لنمبر وافحص قيمتها، وبعد شوية مرة أحولها لنمبر ومرة أحولها لسترينج، لا بنعرف متغير إنه نمبر، بشتغل كل الشغل تاعه وبالآخر باخد قيمته وبعرضها على الشاشة من خلال دي واحد. طيب هذه الطريقة هذه نجربها. الطريقة الثانية على الصفر، أيوه بزيد بنقص، عند الصفر وقف لحد المية حتى يوقف، عند المية وقف. لو بدي أعمل مربع نص تاني علشان أحكي إذا كان مرتفع أو منخفض، فمربع النص هذا نسحب نسخة منه، هذا بسميه مثلا تي 2. بروح على الكود، في الكود إيش بعمل؟ بفحص والله إذا النم أكبر مثلا من 80 فمعناها تي 2 دوت تكست يساوي مرتفع جدا. ما دون ذلك بفحص إذا النم أكبر من 60 هذه نسبة إف، يعني زي الإف اللي استعملناها مع الناجح الممتاز والجيد جدا والجيد، نفس الإف المتداخلة. تي 2 دوت تكست يساوي مرتفع. هاي مثلا بقول له إلس إف، الإلس والإف في مسافة بينهم. نم أكبر مثلا من 40 أو بلاش من 30، فبنقول له تي 2 دوت تكست يساوي معتدل، أي معتدل. ما دون كل اللي فات، هاي إلس، هاي تي 2 دوت تكست يساوي منخفض. نجرب هاي هيك منخفض، بس مربع النص صغير كبره. ماشي، بدنا نستعمل الأداة هذه، بس هاي الأداة هذه هي اللي بتكبر النص، هذيك كبرت حجمه العرض بتاعه. هاي لما يزيد هاي صار 30 صار معتدل، بعد 60 مرتفع، بعد 80 مرتفع
الإنسان اللي كان شغال عندنا بالشكل.